السلام عليكم، معكم أم يارا مغربية للمنتوجات المغربية. احنا حاليا بالمهرجان الشيخ زايد الوتبة بالجناح المغربي. بدي أعرفكم أنا على الرحى. الرحى شيء ضروري عندنا، يعني من التراث القديم عندنا في المغرب. الرحى للحبوب لحالها، بس للزيوت كزيت الأرقان، بذرة الأرقان طبعا معروفة في المغرب، وهالنبتة موجودة أصلا بس في المغرب، يعني ما بتطلع بأي بلد تانية غير المغرب. ومعروف زيت الأرقان، بذرة الأرقان للتجميل، للأكل، للعلاجات. بعد في عندنا منتوج ثاني اللي هو الآملو. آملو صحي، بيكون زيت الأرقان الأكل وزيت الأرقان مع عسل ولوز، بنطحنه على الطريقة اليدوية القديمة الطبيعية. صح في مكانات الحين وفي شغلات كهربائية، بس أنا بحب أسوي شغلي بالطريقة التقليدية اللي هو آملو على الرحى وزيت الأرقان على الرحى. جبنا التراث ديالنا باش نعرف فيه في هالدولة الكريمة اللي هي بلدنا الثاني الإمارات العربية المتحدة، وبفضل شيوخها وناسها الكرماء ما شاء الله تواجدنا في هذه البلاد ونشرنا التراث ديالنا للناس وتعرفوا على المنتوجات ديالنا أكثر. ما شاء الله صار الناس الحين كلها تحب شيء مغربي، تحب طاجين مغربي، تحب آملو، تحب منتوجات مغربية. من أوفق للأحسن للأحسن إن شاء الله بإذن الله.